تجوي ربما قد يكلفه غاليا زين الدين زيدان. ميتو يصل على الجهه اليمنى فاتجاه ناتشو سانشيز، ما زال فريق نومنثيا يريد ان يفعلها، يريد ان يفوز هنا على الريال بالثلاثه. دخلنا الخمس دقائق الاخيره الان مشاهدي الافاضل، هدف في منتهى الروعه من قبل المهاجم غييرمو فرنانديز. طبعا اثر عليهم هدف التعديل معنويا على لاعبي فريق ريال مدريد بالرغم من وجود ايسكو وكاسيميرو وكذلك ماتيو كوفاسيتش متعودين يلعبوا في التشكيله الاساسيه.